السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نحط يافطة هنا، فهاجي هنا لي كريشن تولز واقول له ان انا عايز احط يافطة، عندي 4 انواع وليكن مثلا عايز احط ديت، بقول له كرنت سين، جايب لي اليافطة هيت. تمام، تقدر تحطها على الرصيف بالشكل دوت، تقدر تلفها زي ما انت عايز. وممكن تعمل لها روتيشن لو انت حابب، تقدر تتحكم فيها بالشكل دوت، واقول له كونفيرم بليسمنت، فبيبدأ بقى يديني اختيارات الارتفاع بتاعها، الديامتر بتاعتها اللي هو الجزء دوت. وهنا تقدر برضو تغير اللون بتاعها، انا بفضل الاخضر الصراحة، ده ال RGB Red Green Blue. وبعد كده هتقدر تتحكم هنا Secondary Color، تقدر تغير ال Scale بتاعها، تقدر تخلي فيه يافطتين فوق بعض، كله التاني طبعا ليه خصائص برضو. بقول له Edit Sign Detail، فببدأ احط بقى التكست اللي انا عايزه، وليكن مثلا هعمل شارع باسم بيم اريبيا مثلا. بالشكل دوت تمام، زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا وبسيط وكل حاجة، تقدر تعمل تكست واتنين وتلاتة زي ما انت عايز اهوت. وفي بعض الحاجات بيبقى فيه مشاورات زي ما هنشوف بعد كده، ان انت ممكن تحط مثلا سهم يمين سهم شمال، الاسهم ديت تقدر تحطها. فلو لما نبدأ نقول له خلاص كده بابلش، هنلاقي اليافطة اتحطت اهي بالشكل دوت. بقت في يافطة باسم بيم قريبة في الشارع.